السلام عليكم يا باشمهندسين، بإذن الله نكمل معانا شرح برنامج الاتاب. احنا المرات اللي فاتت اتعرفنا على ازاي نعمل سيتنج لبعض الكومبوننت عندنا، سواء باور جريد، جنريتور، ترانسفورمر، كيبل، لود. عندنا شفنا انواع اللود، وتعرفنا برضو معانا ازاي من اول حاجة عندنا استخدمناها اللي هي اللود فلو اناليسيس. تمام، عملنا السيستم بتاعنا وعملنا كل الداتا الخاصة بيه اللي معانا، بعد كده عملنا معانا اللود فلو الخاص بالجزئية دي. عرفنا ازاي نعمل اللود فلو، نحدد الكيس ستادي، عرفنا التول بار بتاعته عبارة عن ايه. كنا وقفنا معانا بس ان احنا فاضل معانا ان احنا نطلع تقرير. دلوقتي المفروض ان انت طالع اناليسز عندك كتير لو سيستم كبير. طب انا لو عايزة حاجة بس معينة اللي تظهر لي، او فوكس على حاجة معينة في التقرير، انت ممكن تحدد الحاجة اللي انت عايز تظهر. طب انا عايز اظهر لي السيستم كله عبارة عن ايه، وتشوف مثلا واحدة واحدة وعارف انت ماشي ازاي. تمام، يبقى انا التقرير معايا، هنعرف معانا النهاردة ازاي نطلع التقرير. تمام كده، اول ما بتفتح برنامج الاتاو وتضغط على الايقونة بتظهر لك الشاشة دي، السكرين دي، تعمل معانا اوبن. انا هنشتغل على البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. تمام، حددته معايا، اقول له افتح البرنامج ده. تمام، اضغط اوكي معانا. اوكي تمام، نيجي معانا كده البرنامج اللي احنا شغالين عليه ده. كده ده شكل المشروع اللي احنا شغالين عليه، او المثال اللي شغالين عليه. تمام، واقفين على لود فلو اناليسز. عرفنا ازاي نعمل الكيس الايديت كيس ستادي. تمام، نحدد اللي احنا هنشتغل بيه، لودينج، الادجستمنت، الالارم، الامرجنسي، كل ده حددناه معانا وعرفنا ازاي نحدده. تمام خلاص، وعرفنا التول بار. معظم التول بار عندنا هنا بيطلع لي الاناليسز، وهنا كل ما لو عملت اي تغيير بيعمل لي اناليسز تاني. تمام، اليونت عندنا يظهرها ولا لا، طب اللي يظهر كيلو فولت، فولت دروب، كل الكلام ده معايا. وهنا نعرف منه الالارم اللي بيظهر عندي، اللي ظهر عليه الارم. تمام، نيجي بالنسبة للتلات اجزاء دول خاصين بايه معانا. تمام، الجزئية دي خاصة معانا بلوت فلو، بس بيكون خاص بجزء الريال تايم. تمام، يعني في سيستم كونكت تاني معاه، في سيستم حقيقي. تمام، وادي السيستم اللي انا بعمل له ديزاين وبقارن النواتج الريزلت عندي ببعضها. ده كده لو انا ده تقرير بيقارن الريزلت ببعض. تمام، هنا بالنسبة للاتنين دول، هنا ريزلت اناليسيس بيقول بيحدد لك ايه الاناليسيس اللي هتطلع في السيستم عندك، او اللي هتطلع في التقرير معاك ايه. هنا ده شكل التقرير النهائي. طب نيجي معانا كده نشوف اللود فلو ريزلت اناليسيس دي. تمام، اول ما تظهر هتفتح عندك تظهر معانا الشاشة السكرينة دي. تمام كده، هنا بيقول لك الجنرال انفورميشن، عرفنا عنها ان هي كام باصز، اللود فلو كام، مفيش ميس ماتش حصل معايا. طب الباصز عندي عايز يظهر لي كل انواع الباصز، سواء سورسز، لودد، ايا كان معانا ايه. طب الباص انفورميشن كيلو فولت، طب الامبير ريتنج انا مش محدده له، هو كان على اساس الفلو اناليسيس حدده. طب التايب بتاعي متوصل بأني، يعني هو كسورس ولا كلود. طب عايز يظهر عليه فولت، طب عايز يظهر على ميجا وات، ميجا فولت، امبير، كل الكلام ده عايز يظهر عليه. طب هنا اليونت ميجا فولت امبير ولا كيلو فولت امبير، والفولتج برسنتج ولا كيلو فولت. تمام، هنا بالنسبة للالارم اللي عندي، سواء في اللودينج او الاوفر فولتج والاندر فولت، كنا نقدر نحدد الكلام عندي من الكيس ستادي. تمام، انا كده خلصت البروسس. تمام، نيجي بالنسبة للبرانشز، يعني التوصيل بين الباصص عندي عامل ازاي. يظهر لي كل الانواع البرانشز عندي، لقيت فيه كيبل فعلا مستخدماه، وترانسفورمر بالنسبة بين كل باص وباص. عايزاك تقول ان البرانش ده منين، فروم تو، منين، من فين لفين، يعني منين لفين. الطيب بتاعي كيبل ولا ترانسفورمر، الريتنج بالنسبة للكيبل، اللينس بتاعه كام، هنا بالفيت احنا شغالين انجليش، الكيلو الريتنج بتاعته الفولت. طب الريتنج 2 ده، هنا بالنسبة للكيبل الداتا بتاعته الخاصة،
كام كور، السايز بتاعه، كل الكلام ده. طب الريتنج بتاعتي في الترانسفورمر كانت الميجا فولت امبير. طب الالوابل اللي مسموح التحميل بيه في الترانسفورمر او الكيبل، يعني الكيبل بالنسبة لي امبير، طب الترانسفورمر ميجا فولت امبير. طب الريزلت اللي هتطلع لي خاصة بالبرانشز دي، ميجا وات فلو، ميجا فار، الامبير. طب عايز الباور فاكتور ولا مش عايزه؟ طب لو عايزاه ولا ظهرهولي. طب اللونك، نسبة التحميل، الفولتج دروب، انا عايز الفولتج دروب، كيلو وات لوسس، كيلو فور لوسس. بالنسبة للالارم، عايز يظهر لي الكريتيكال والمارجن عندي سواء في اللودينج او فولتج دروب. تمام، نيجي بالنسبة للفولت، انا عايزاك تظهر لي برضو كيلو فولت، بالكيلو فولت عندي باس برضو كيلو فولت. تمام، نيجي بالنسبة لللود عندي، كل انواع اللود ظهرها لي، اندكشن، سنكرونس، لامبد، ستاتيك، كاباستور، فلتر، ايا كان اللود اللي عندي. تمام، وعرفنا ان اللامبد عبارة من جزء ستاتيك وجزء دايناميك معي. طب هنا بالنسبة للود فلو انفورميشن، يعني الباسز المترمى الباسز، هو متصل اللود ده متصل بباص ايه؟ طب التايب بتاع الباسز كله لامبد فعلا اللي معانا. نرجع كده، تمام. طب عايز يظهر الكيلو فولت امبير ولا ميجا فولت؟ خليها كله ميجا فولت زي ما شغالين، والكيلو فولت كفولتج. طب اللود فلو ريزلت، يظهر لي كل حاجه، لودينج، تيرمينال فولتج، تمام، باور فاكتور، رايح يعني رايح كام على اللود ده. طب حصل اوفر فولتج، حصل لي اندر فولتج، كل ده انا عايز يظهر. طب في مارجن ولا لا؟ انا محدد ان اللودينج لو 100% كريتيكال هيظهر لي اللون ده. طب اللون ده يعني معناه مارجن، الاوفر فولتج، اندر فولتج، هيطلع لي الالارم بالكيس السبب الالارم دي. نيجي بالنسبة للسورسز عندي، قالك اظهر السورس تايب، تارجت، سينكرونس، ويند تيربين، السورس انفورميشن، عايز تظهر لي التيرمينال باس اللي خاص بيه، يعني الجنريتور متصل معايا بباس كام، البار جريد متصلة معايا بباس كام، تبرير التايب بتاعه سينكرونس وده بار جريد، الريتنج بتاعتي ميجا وات والميجا فار امبير. هنا من سيشن الجريدون كان بيحدد لك كنترول فولتج، فكان بيهمني ميجا فولت، تمام، ميجا وات معايا. هنا بالنسبة ريتد فولتج كيلو فولت عندي ظهره ولا لأ؟ تمام، الفولت تظهرهولي ككيلو فولت معين. طب اللود فلو عايز يظهر لي كل الداتا فيه، الجنريشن بتاعته نسبتها كام. يجي معانا هنا اهو نسبة الجنريشن التوليد بتاعي، لكن هنا الباور جريد هي بتدي معانا، لكن انا كجنريشن انا بصيت على الجنريتور لان هو فعلا هو بيديني كجنريت عندي. باور فاكتور، طب شايفين هنا باور فاكتور. طب لو مش مسموح اعمل ايه؟ محتاجة اكيد تحصيل الباور فاكتور، باور فاكتور كوريكشن، تمام. طب الامبير، تمام، من الامبير طبعا بعرف ريتد الكيبل، ريتد اي حاجة هتتوصل معانا، ريتد الباصص، الكلام ده كله، ميجا وات والميجا فار عشان اعرف انا مسحوب عندي قد ايه، او ان انا فعلا انا بعطي قد ايه، ففعلا اللوس اعرف منه اللوسس قد ايه برضو. تمام، انا كده لحد دلوقتي معايا خلاص، انا كده عملت اللود فلو ريزرت اناليسس، يعني اللي يطلع لي الداتا. هنا نيجي هنا ده التقرير، قلنا مسميه التقرير بتاعه اللود فلو اكزامبل 4. قالك اللي انت بتعمله ده بروجكت تقرير، يعني للبروجكت اللي انت شغال عليه، ولا ككل؟ انا دلوقتي شغاله بس على اكزامبل 4، مش شغاله على اي بروجكت تاني، تمام. مجرد ما هتعمل اكسبورت معانا هيطلع لك تقرير بس على هيئه اكسل شيت، تمام. هنا الاسم بتاعي، غير الاسم زي ما انت عايز، تمام، خليها لود فلو اكزامبل برضو، تمام، اكزامبل 4 مثلا معين. الباص بتاعي هنا، الباص بتاعي متحدد انه في سي واكزامبل 4، الكلام ده
احنا قلنا يفضل معانا انك من الاول وانت بتسطب السي انك تسطبه على اي حاجة تانية غير السي، عشان مثلا لو لا قدر الله الويندوز وقعت اي حاجة حصلت، فطبعا انت الداتا عندك محفوظة تقدر ترجعها تاني في اي وقت. تمام، نضغط معانا اوكي. كده هتظهر لنا الاناليسيس دي على هيئة اكسل شيت 9 اهو. جنريشن جنرال عندنا كل حاجة خاصة بالجنرال، اتكلمنا على استدي كيز، الاسم بتاعه، اللود فلو، تمام، الداتا ريفريشن عندي اللي هي البيز، طب الكونفيجريشن نورمال، لودينج شغالين كديزاين، تمام، الباصص عندي كام، برانشز، الجنريتور، باور جريد، لود، سحب قد ايه، متولد قد ايه، تمام. يعني هنا كام ميجا وات جنريشن، وهنا كام ميجا وات كلود. طب جنريشن عندي هو 6 الكلام ده، تمام. لوسز كنسبة عندي كام في الميجا فار او الميجا وات، ميس ماتش ما بينهم، ما حصلش ميس ماتش هنا في الاكزامبل اللي شغالين عليه. الباصز اتكلمنا عنه، تمام. جينا هنا نيجي على الباص، هنا في باص 7 عليه اللون ده، تمام. احنا اتفقنا ان اللون ده عليه مارجن، فعلا لو رجعنا معانا على السورس معانا هنا الباص 7 فعلا عليه، حصل عليه مارجن. مارجن يعني ايه؟ احنا كنا متفقين، نشوف الالارم عندي قالك باص 7 كمارجن حصل له اندر فولتج، تمام. فده السبب انه ظهر عندي باللون اللي احنا شايفينه ده، تمام. نيجي معانا نكمل الاكسل شيت معانا، ده كده كل الداتا عندي، تمام. كده الامبير بالنسبة لي كام الباص ده، سواء داخل او خارج منه. نرجع برضو معانا في اللود فلو، تيجي نشوف باص اللي هنا ده كده التيار بتاعه، شايفين نفس التيارات نفس الداتا بتاعتك بتطلع بالظبط. هنا فعلا هو داخل، تمام، داخل باص. هنا الباص ده التيار ماشي في الاتجاه ده، نيجي عند باص كام، باص 2، تمام، بس ماشي في الاتجاه العكسي كأن المكان عندي جينريتور، تمام. يبقى انا كده انا عارفة عندي ماشي بالاتجاه ليه اتجاه بالظبط. ده كده برانشز، قلنا ايه الداتا اللي انا عايزاها تظهر لي عندي، حصل لي على البرانشز ده اهو. هنا نيجي معانا هنا، يهمني باور فاكتور، طب يهمني الامبير، يهمني الفولتج دروب، صح. يعني انا عندي حصل فولتج دروب على البرانش ده كام، يا ترى مسموح allowable ولا محتاج اشوف حاجة تانية تعمل لي الفولتج دروب دي، تمام. الفولتج دروب هنا طبعا يعني الكيبل، لو في فولتج دروب عالي يبقى انا اشوف لا كيبل تاني يتحمل تيار اعلى. نفس النظام بالنسبة للترانسفورمر، ترانسفورمر اكيد مش هتعرف تغير، بس هتشوف حاجة تعوض لي الفولتج دروب، سواء بقى كاباستور بانك ايا كان من طرق الفولتج كنترول عندي، تمام. اكيد اتعرفتوا على الفولتج كنترول اللي هو لو زي البوستر ترانسفورمر، تابن شينجر، اوتي ترانسفورمر، الكلام ده كله، تمام. بس احنا شغالين هنا كده لو شغالين كلو فولتج، فانا بص عندي على الحاجات اللي هتشتغل فولتج كنترول ايا كان فين مكان الفولتج دروب عندي. طب اللوسز، يا ترى اللوسز دي عالية ولا كبيرة بالنسبة للسيستم بتاعي، تمام. ما ننساش هنا لو هتيجي تبص ده كده اللوسز ميجا وات واللوسز ميجا فار، تمام، واللود نفس النظام، شايفين هنا باص 2 باص 4 كل الكلام اللود دي كلها ظهر باللون ده. احنا كده اللود ده لو بصينا فيه هتلاقي ان هو كلودينج الارم لودينج، تحمل 100% عندي، مش اندر فولتج ولا اوفر فولتج بالنسبه لك دلوقتي. طب التيرمينال فولتج عند الجهد اللي عندي ده كده الجهد بتاعي، طب الجهد ده ظهر لي عليه كده مارجن كنسبه اللود بتاعته، تمام. السورس نفس النظام، جنريتور تصل بأنهي باص، ريتد بتاعته، جنريتنج بتاعته، تمام. وبالنسبة برضو لل يونت 1 كده. انا بالنسبة لي اكسل شيت عملت اناليسز الكلام اللي انا عملته ده،
ظهر لي هنا. تمام. طب انا دلوقتي انا عايزه يطلع لي التقرير اللي عايزه اطبعه برضو خاص بالداتا، يطلع لي كسامري كله على بعضه. تمام. نيجي بالنسبه هنا للريبورت مانجر عندي. تمام. ريبورت مانجر نضغط عليه كده هيظهر لي السكرين دي، لود فلو ريبورت مانجر. اول حاجه او التابس عندنا اللي هي كومبليت، يعني بيقول لك التقرير اللي هتطلعه ده عايز تطلع شامل كل حاجه ولا عايز تحدد حاجه معينه. طب لو شامل كل حاجه هيظهر انهي صوره، خليه كبي دي اف. تمام. نيجي بالنسبه للانبوت. طب لو عايز تظهر بس التقرير ده خاص بداتا داخله، سواء باص كيبل اي اكويبمنت ايا كان اللي انت عايز تعمله. تمام. يبقى انا لو حددته تحدد اللي انت عايزه معانا وتختار هو عايز ايه. طب لو محددتش مش هتظهر لي غير اللي انت هتحدده. عايز ريزرت لوت فلو ولا بانل، التقرير اللي خاص بانل ولا يو بي اس، السمري، عايز الارم. تمام. لو عايز يظهر الارم كريتيكال ولا مارجن، ولا عايز تظهر كله. طب برانش لودينج، باس لودينج، لوسز، سمري، خاص بكل حاجة هنا. لو انا عملت سمري يبقى انا كل الحاجات دي هتظهر لي لوحدها في تقرير بس في صورة بي دي اف. تمام. هتأكد ان انت محددتش اي حاجة دلوقتي، خلينا بس تطلع تقرير كومبليت في شامل كل حاجة. تمام. اسمه ده الاسم بتاع ده لو انا عايزة اعدل فيه. الباص نفس النظام، مكان التخزين اضغط معانا اوكي. هنا بيقولك جنريشن تقرير معي. تمام. حاجة بس كده هنا اول حاجة project title location contact. تمام. الكلام ده معانا ازاي؟ نيجي هنا بالنسبة لبروجكت. تمام. هنيجي في information، شايفين هنا ده احنا المرة فاتت ما اتكلمناش عنه. هنا بتقول اي داتا خاصة عندك بالمشروع ده. تمام. انا دلوقتي انا بقول التايتل بتاع لود فلو او اكزامبل مثلا، هتقول ان هو اكزامبل 4 او ان هو خاص عندي انك بتستنج. تمام. قول مثلا تست. تمام. لوكيشن بتاعتك، اسم الكلية، كونتاكت اللي هو مثلا رقم تليفونك، الايميل، بس يفضل الايميل، بيتعامل بالحاجات دي بالايميل. المهندس، ريمارك، كومنت، اي حاجة اوكي معانا. تمام. طب نيجي برضو عندنا الستاندر اللي شغالين بيه، اي اي سي ولا انجليش. تمام. تردد 50 ولا 60. انا دلوقتي شغالين 60 وعملنا الفلو اناليسز عندنا على 60. طب لو عملت 50 الداتا دي هتتغير معانا تاني. شغالين نظام الانجليش اللي هو بالفيت. تمام. ولا مترك اللي احنا شغالين بالفيت. تمام. اضغط معانا اوكي. تمام. اعمل سيف معانا، هيظهر لك دي، بيقول لك انك تعمل سيف كل 30 من تحدد زي ما انت عايز. تمام. سيف. تمام كده خلاص. انا كده بالنسبه لي عملت كل الداتا دي. جيت قلت طلع لي تقرير تاني كومبليت بي دي اف ريبورت نيم. تمام. ده كده اسم بتاعي، قول له اوكي. جنريشن عندي هيظهر الداتا، هيظهر شكل التقرير معي. بروجكت بتاعي. تمام. لوكيشن انجينير. تمام. اسمه مثلا كونتاكت، ما حطيتش الاسم. طب الفايل نيم اسمه ايه؟ هنا شغال كيس ستادي كالوت فلو، التاريخ اللي انت شغال بيه، ريفيجن حددها كبيز. لو ما تنساش ان في عندك هنا اهو في الاناليسس لما جينا حددنا داتا ريفيجن هو شغالها كبيز، انا دلوقتي شغال اساسي. تمام. نورمال. نيجي هنا بالنسبة للود فلو اناليسز، احنا عاملين كلود كاتيجوري والجنريشن كاتيجوري كنا شغالين على ديزاين. احنا في قلنا عندنا امرجنسي، يو بي اس، ايا كان حاجة اللي انت عايز تعملها. طب لود دايفيرس فاكتور كانش في عندنا معلومات فقلنا نون معانا. طب نمبر اوف باسس عندنا قال لك معانا، لا اما سي وينج، واتش كنترول هو خاص بالجنريتور،
باصص متصلة باللودز، تمام. كل باصص عندنا في الآخر 7. طب البرانشز نفس النظام، التوتال عندي 6، تمام. نيجي قالك هنا 2 منهم ككيبل و4 كترانسفورمر خاص بإمبيدنس ترانسفورم، تمام. نيجي معانا هنا بالنسبة للميثود سولوشنز، احنا كنا ادابتف نيوترال رابس. في كان عندي من الكيس ستادي عندنا، نفتكر هنا تاني نرجع ادي الكيس ستادي معانا ادابتف نيوترال رابس فاست تقابل اسيريت جاوس سايد، من حد الماكسيم ايتريشن معانا ونسبة الخطأ، تمام. ده كود كده كنا حددناه معانا المرة اللي فاتت. نيجي معانا 99 بريفيجن اوف سولوشن، تمام. طب الفريكوانسي قلنا 60، نظام انجليش، تمام. كل ده الداتا في الاخر خاصة عندي الكلام ده، تمام. الادجستمنت احنا كنا سامحين انه يعمل ادجستمنت، صح. لما جينا عملنا الكيس ستادي قلنا له ان هو يعمل ادجستمنت الحاجات دي. طب نيجي بالنسبة للانبوت داتا، الباصص عندي قالك ادي 7 باصص عندي، تمام. الفولت عليهم كام ككيلو فولت، والانيشيال فولتج بتاعته يشتغل كمية، يعني لو انا بعمل اللود فلو الانيشيال فولتج بتاعتي، احنا كنا بنستخدمها الجهود الانيشيال اللي محطوطة على الباصص، تمام. فهو فعلا شغال كمية في المية من الانيشيال فولتج. ده هنا بالنسبة للميجا وات والميجا فار بتاعته. طب نيجي بالنسبة للجنريشن باصص، باص 1 وباص 2 قالك الجهود اللي عليهم والسيمينج فولتج كنترول وكالجهد كماجنتيود والميجا وات الخاصة بعينة في الفولتج جنريتور، تمام. والليميتس اللي انا كنت محددها في الجنريتور عندي كام. طب بالنسبة للكيبل، ده كل ده داتا خاصة عندي بالكيبل، ده اللايبراري بتاعته، سايز، في طول ديت تولرانس، تمام. الفيز، تمبريتشر، الار والاكس بتاعته، تمام. بالنسبة للترانسفورمر نفس الكلام، نوع ايه، الميجا وات، برايمري فولتج، سكندري، الزد، الاكس ار. تاب التولرانس عندي لو انا شغال في variation في الترانسفورمر، تاب سيتنج، ادجستمنت، الكلام ده كله. كل ده لسه انا داتا خاصه بالانبوت، يعني انا ما جيتش على اللود فلو او الحاجه اللي عندي اللي اشتغلت بيها. قال لك هنا نوع ترانسفورمر في الشيفت بتاعي، احنا ما ننساش كنا بنقول دلتا واي ستار ولا فيكتور جروب، تمام. فاحنا كنا شغالين دلتا واي. طب البرانش قال لك هنا البرانشات كنت ترانسفورمر بين باص A وباص A، تمام. الاكس ار بتاعته والزد كتوتال، والبيز، البيز اللي بيحسب على اساسه احنا كنا بنحطها كارشو، صح. فهو كان خد الميجا بيعمل بيز عندي 100 ميجا فول امبير عشان يعمل اللود فلو اناليسيس، تمام. هو ممكن ما تكونوش فاهمين دلوقتي البيز ده بيعمل ايه، ايه معانا او بيحسب، بس في مادة معاك هتبقى باور سيستم اناليسيس معاك بإذن الله السنة، يعني السنة الجاية تاخدوها. هتعرفوا أكتر الكلام ده بيتعمل مانيوال إزاي أو كحسابات كالكوليشن، هتعرفوا الفرق. إن أنا دلوقتي برنامج الإتاب ساعدنا في إيه، بيطلع لك الريزلت على طول. يعني أنت ممكن في المادة الجديدة دي اللي هي الباور أناليسز تشوف الكلام ده وتطبق، بس إحنا دلوقتي كل اللي أنا عايزاك تعرفه عايز أشوف فولتج دروب كام واللوسوس كام، تمام. لكن انت في اللوس اناليسيس في الاخر انت بتعمل حساب كالكوليشن وتعمل حسابات معينه كده وتستخدم طرق وتطلع معاك الرزق. فممكن تستخدم معاك برنامج الكتاب ده انك تقارن الكلام ده بالحاجه اللي انت هتعملها كالكوليشن، تمام. طب نيجي هنا لو هنبص معانا هنلاقي باص 1 وباص 4 باللون الاحمر، هو حصل فيه اصلا لودينج، تمام. فعشان كده عامل اللون ده معانا، ماشي. قال لك هو عامل نجمة الستار هي، قال لك ان هنا فولتج ريجوليتور باس، يعني الجهد، يعني الباس ده هو باس بيدي سواء سيوينج او فولتج كنترول، تمام. الجهد بتاعي، نسبة الكلام ده كله، تمام.
طب نيجي هنا بالنسبة للود فلو، ده هنا خاص بالباص نفسه، داتا خاصة بالباص نفسها. قال لك هنا من الباص 1 للباص 4 ماشي كام ميجا وات، والفيجا 4 والامبير عندي كام، والباور فاكتور ماشي كام. تمام. نيجي معانا هنا اهوت بالنسبة للباص 1 للباص 2 قال لك ماشي كام ميجا وات، خلينا نظرها كام ميجا وات اهوت. تمام ماشيها كتقريبا. تمام هو عملها كستمن عشرة بس كتقريبا معاه، والميجا فار. تمام. طب من الباص 1 لباص 3 ده كام ميجا وات والحاجات دي معاه. باص 3 نفس النظام بالنسبة لباص 2، من باص 2 لباص 4 ومن باص 2 لباص 1 هتلاقي هو نفس الداتا بتاعتي هنا بس معكوس الإشارة معايا. طب الإشارات المعكوسة دي يعني بيقول لك رايح ولا جاي، تمام يعني خارج منه ولا داخل ولا الكلام ده. هو في الآخر للأناليسس عندك بيفرض اتجاه في الفلو عندك. تمام. السالب ده بيكون عكس الفلو الطبيعي بتاعه. نيجي ده كده كل ده لسه احنا كده بدأنا في اللود فلو فعلا تقريبا، يعني هنا من اول لود فلو روبرت كده انت بالنسبة لك الداتا اللي فعلا الخاصة بالمشروع اللي انت شغال فيه. هنا بعرف من البساطة عندي الميجا وات والميجا بار والامبير والبرفكت. تمام. هنا ثواني كده بيقول لك لو حصل فيه للترانسفورمر اللي ما بينهم اي تاب تشينج عندي بنسبة كام. طب هنا للودينج باس لودينج سمري. تمام. التحميل عليه. تمام. يعني الباصات اللي متصلة معانا باللود، لو هنيجي باص 1 متصل بلود، لا متصل بترانسفورمر، باص 2 متصل بترانسفورمر، وباص 3 وباص 5 و6 5 و7. تمام. باص 1 صفر لان مش متصل بلود، باص 2 متصل بلود، باص 3، باص 4 مفيش، باص 5 فيه، 6 مفيش، 7 متصل. تمام. فهو هنا الداتا الخاصة بالباصات المتصلة بلود بالكونكتد لود، بيظهر الداتا بتاعتها. تمام. هنا بقى كتوتال باس لود يقول لك الميجا فولت بتاعته كام، والباور فاكتور والامبير. تمام. يعني هتعرف منه هنا اللود بتاعك ده ساحب تيار قد ايه، والباور فاكتور بتاعه. طب الباص ده معقول الباور فاكتور ده، طب معقول الباور فاكتور ده منه، ساعتها هعرف اقول لا انا عايز اعمل باور فاكتور كوريكشن. تمام. طب نيجي معانا تاني قال لك لو حصل هنا لو هتقرا النوتيفيكيشن دي هيقول لك لو ظهر مثلا علامة جنب الباص مثلا هنا، لو الباص 2 ده ظهر علامة دي جنبه قامت النجمة دي هيقول لك يعني معناه 100% محمل. طب لو هنا هيقول لك شغال ك زي المارجن. تمام. طب هنا البرانش لودينج سمري كله على بعضه ككيبل وترانسفورمر. تمام. هنا الكيبل داتا خاصة بالكيبل، وادي الداتا الخاصة بالترانسفورمر. تمام كده. نيجي معانا اللي هنا البرانش لوسز ثمانية، يعني انا يهمني هنا البرانش لوسز ثمانية. تمام. ده يهمني هنا، هنا بعرف منه اللوسز قد ايه والفولتج دول. تمام. اما الحاجات التانية انا بعرف منها نسب التحميل والامبير والكلام ده. ماشي لحد هنا يهمني اللوسز. انا عندي ترانسفورمر، ترانسفورمر والكيبل، ترانسفورمر واحد. تمام. فروم تو باس، يعني فروم تو يعني هنا من الباص مثلا واحد لباص اتنين. تمام. لكن هنا يقول لك من باص اتنين لباص واحد، العكس هنا باص من الباص معانا كام، ترانسفورمر اتنين ترانسفورمر اتنين معانا من باص واحد لباص تلاتة. تمام. ترانسفورمر اتنين هتلاقي معكوس الإشارة عندي. طب اللوسز عندي في في الترانسفورمر ده كام، نفس النظام اللوسز في الكيلووات والميجا فولت كام، ده معتمدة معانا على الإكس والآر والأمبير تمبريتشر والكلام ده كله.
طب ال pulse voltage from to يعني من باص واحد لباص اتنين كام؟ تمام، باص فولتج بتاعتي كام؟ فطبعا من هنا نعرف نسبة التحميل معايا قد ايه. تمام، لكن قالك هنا 100%، فحصل لي مفيش فولتج دروب على الباص ده. تيجي عايزين نظهر الفولتج دروب بتاعي ده، هنا الترمينال فولتج تمام. هو ظاهر فعلا فولتج دروب، بس ظاهر على الكيبل فقط. تمام، ادي كده كفولتج دروب. نرجع معانا على الكيبل، هلا رايح جاي داخل من البوست بتاعه 100% كجهد، وخارج 100%، بس كنسبة بسيطة. تمام، هنا لو هنرجع هنا معانا كيبل واحد، شايفين النسبة عاملة ازاي؟ نفس النظام من هنا لهنا كفولتج دروب بتاعه، بس هنا الفولت اللي قبله اللي فيه مشكلة اللي هو هنا ده، بس الكيبل نفسه محصلتش فيه فولتج دروب، بس الفولتج دروب اللي حصل حصل عند الترانسفورمر اتنين. نفس الكلام، يبقى انا من هنا بعرف معانا حصل الفولتج دروب اهو، هنا كده فولتج دروب، يعني من الباص دخله 100% جوه، هنا خارج 100%، هنا دخله 100% خارج كام، فيحسب منه الفولتج دروب. طب اللوسز نفس الكلام، تمام، داخل له كام خارج له كام، منها برضو ممكن نحسبها عن طريق ايه معانا، ترانسفورمر واحد بين باص واحد وباص اتنين. تمام، بس هنا كلودينج، نيجي معانا كي باص واحد معانا هنا، لو هنشوف ادي الباص واحد لباص اتنين ده القيمة بتاعته. تمام، طب يعني نشوف معانا الاتجاه بتاعه كام، نحسب اللوسز بتاعتي، يعني هنا من واحد لاتنين ومن اتنين لواحد، الفرق ما بينهم ده كده بيدي الباور لوسز. نفس الكلام، ماشي، كمان معانا كده التقرير، شوف ايه الداتا اللي هتطلع معانا تاني. يبقى انا اللي يهمني اللوسز والفولتج دروب والامبير عندي كده كفلو اناليسس. تمام، هنا بيظهر لك الالارم، اللي حصل الالارم كنسبة واللي حصل في الالارم، الجنريتور والباص 4 كمر والكونديشن. تمام، يعني كل الداتا اللي كانت بتظهر لك ظهرتها في تقرير. تمام كده كسامري كتوتال كله على بعضه، السورس مدينا كام كسيوينج، طب السورس ككنترول تمام والبرفكت بتاعته كام، طب التوتال ديماند حسب اللود اللوسز اللي معايا كتوتال، حصل ميس ماتش عندي ولا لأ، نمبر اوف ايتريشن طلع معاك اتنين. تمام، وممكن مش فاهمينها دلوقتي، بس يعني اللي هو برضه خاص بحسابات اللي هي احنا مستخدمين معاها ادابتيف نيوتن رابسون. تمام، فالايتريشن بتاعته احنا قلنا كان ماكسيمم 99، لا هو عند الايتريشن التانية طلع كنسبة تمام قريبة من الحقيقة معايا. تمام كده خلصنا معانا ازاي نعمل تقرير. تمام، عرفنا النهاردة نعمل تقرير ازاي وايه الداتا اللي تظهر عندي وانا يهمني ايه في التقرير. تمام كده، كله يجرب، ولو حد ظهر معاه مشكلة او في اي حاجة عايز يستفسر عنها ياريت يبعت على الجروب، وفي اي وقت هرد عليكم. تمام، شكرا لكم، سلام عليكم.